السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم واحد بعد ما كيكون عندنا الحليب ديال الطبيعي وكيخسر لينا وما كنعرفو ما نديرو به، نقدروا نديرو به اللبن ونخرجوا منه الزبده ونديرو به حتى الرايب. خليكم معايا نوريكم الطريقه بعدا كيفاش كنديروا اللبن هو الاول، باش غنوريكم من بعد. جاتكم بحال هكا 5 لتر بحال هكا غتخرجوا منها، تقدروا تخرجوا منها كما قلت لكم الزبده والريب واللبن. غنوريكم الطريقه كيفاش كنحيدوا الزبده هي الاولى، باش غنكمل معاكم. خليكم معايا، حطوا شي زيت بحال هكا باش يبقى يزلق لينا وكنحطوه فوق الطبله وانا نوريكم الطريقه. كتبقى تدي فيه وتجي فيه بحال هكا، مكيضيعش لينا داك الحليب الا خسر نستافدو منه. البنات غنبقاو غاديين على هاد الطريقة حتى كتبان لينا ديك الزبدة تعزلات الفوق، علاش كنحبس. البنات غنتشارك معاكم تا خميرة بلدية، راه سبق ليا قلتها لكم في الفيديو اللي قبل باش نديروها في الوصفة الطبيعية وفي الخبز وكلشي كتجي زوينة. حنا كنديروها باللبن، كاين اللي كيديرها بالتمر بالفول ولا بالثومة، حنا كنديروها باللبن كتجي زوينة ومحيمدة. ان شاء الله غنديرها في فيديو خاص، غنحط لكم فيديو خاص. الناس هو اللبن ديالنا وجد من بعد ما تعزلات الزبيده، دابا غنوريكم كيفاش غنصفيها. من بعد غادي نصفيه، دابا غنوريكم الزبده. خليكم معايا، ها انتما البنات دابا كنصفي فيه. كناخذ بحال هكا شي طنجره باش نصفيو على خاطرنا. بقات في الفيديو زاد، دابا خصني نقطعها باش نخرجها، شاكي كتجمع مع درتها في التلاجة. هانتوما البنات، ناس كيجي خاسر. قطعناها، دابا غادي نخليها تصفى، شاكي كتعطي راه كتعطي زبيدة. والحليب غنوريكم من بعد ما تصفى، دابا نصفيها مزيان عباش شوما البنات لينا كي كتجي خاسه. كتجي خاسه وزوينه، شوفوا كيعطي الزبده شحال كيعطي، راه كيعطي كميه كبيره. مازال الا زدتو خمرتو ولا خليتو هراب واحد يومين، انا درت ليه نهار ونص، شوف شحال عطى. الا زدتو عطيتوه يومين كيعطي كميه كثر. والبنه ديالنا كتجي خاسه، ودابا غنصاوبو سايكوك. هانتوما البنات شوفو سايكوكي البن كي داير خاتر. كنتمنى البنات تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم ويكون عجبكم، وكنتمنى انكم تبارطاجيو وديروا لي ابوني، وشكرا لكم بزاف.